ما دام في عندك استعداد الذكر بيتم عندك استعداد الفتح والعطاء حتى تصل إلى حال الله عز وجل يحفظ قلبك كما يحفظ الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات نفسر الحديث كلمة كلمة. شوف: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم، عم يحوموا يعني عم يدوروا. ليش ما دخلوا؟ إذا كان ذاكر لا يدخل الشيطان، بيحوم لكن ما بيحسن. من شر الوسواس الخناس، الوسواس عند الغفلة، الخناس عند الذكر. لما تكون غافل بيوسوس، إذا ذكرت بيهرب، الخناس بيهرب، ضب خرطومه بيهرب. فإذا كان عم يحوم حول القلب، لو ما عم يحوم حول القلب لنظروا بقلوبهم إلى ملكوت السماوات. نظر قلبي، ما نظر بصري. لنظروا يعني بقلوبهم إلى ملكوت السماوات، بصير بيخرق حجب السماوات. الشياطين وين؟ ما بال الشياطين. لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، يعني صاروا في طريق الحياة على مذهب سيدنا إبراهيم الخليل. على مذهب سيدنا إبراهيم، نعم، سيدنا إبراهيم من كثرة الذكر ثني عن وجوده، قال ملك من الملائكة: يا رب إن عبدك إبراهيم ما عبدك خالصا لك، إنما عبدك لكثرة ما أعطيته من المال. سيدنا إبراهيم أغنى أهل زمانه، كان يملك من الأغنام ما يزيد عن 10,000 رأس من الغنم، ومثلها من البقر، وقريب منها من الإبل. 10,000 رأس غنم وجمل وبقر، كان من أغنى الأغنياء. فكان عم يرعى الغنم، فأوحى الله لهذا الملك قال له: انزل افحص نبي إبراهيم. فنزل الملك فجلس جانبا وبدأ يقرأ شيئا من كلام الله. سيدنا إبراهيم صحي، كلام الله مين عم يقرأ؟ فأجل عنده، بالطبع الملك بصورة بشر قاعد عم يقرأ، سكت. قال له: الله خليك كمل اقرأ. قال له: لا أقرأ إلا بعشر شيات، 10 خواريف. قال له: لك 10، بس سمعني كلام حبيبي. قرأ آيتين وسكت. كمل. قال له: ب100 شات. قال له: لك 100.
بس اقرا سماني كلام حبيبي. كمان اقرا ايتين ثلاثه رد سكت. اقرا كمل. قال له بألف شات بدك كمل؟ ألف خروف. قال له لك ألف شات بس تمم سمان. قرأ رد سكت. شبه قال له إذا بدك يعني كمل بدك تدفع. قال له هذا المال أمامك خذ ما شئت قد ما بدك. 10,000 راس خاوي. قال له 10,000 بس سمعني كلام الله. مرة رابعة مرة خامسة أعطاه المال وأعطاه البناء. قال له الأولاد؟ قال له أولاد والأزواج بس سمعني كلام الله. نازع عن مرته عن أولاده وعن ماله بس يسمع كلام الله. فقال الملك بارك الله لك في مالك وأهلك وولدك، إنما أتيت ممتحنا لك. والله أنت محب لله خالص، لا بدك مال ولا بدك. واحد ينسى أولاده وماله وأهله. فقال يا ربي والله إن إبراهيم عبدك مخلصا لك، الله أعلم حيث يجعل رسالته.